أنا الآن بالقرب من مخيم الباغوث، حيث تخوض قوات سوريا الديمقراطية معارك ضارية ضد عناصر تنظيم الدولة في آخر منطقة يسيطرون عليها خلفي تماما يقع مخيم الباغوث، كما يظهر في الصور الدخان يتصاعد من تلك المنطقة، حيث تقوم طائرات التحالف الدولي باستهداف تحركات تنظيم الدولة في هذه المنطقة. بحسب قوات سوريا الديمقراطية هنا فإنهم تمكنوا خلال 24 ساعة الماضية من التقدم قرابة 500 متر والسيطرة على أكثر من 10 نقاط كانت تتواجد فيها عناصر التنظيم. قوات سوريا الديمقراطية تؤكد بأنه لا وجود لمدنيين، لم يصل أو يخرج أي مدنيين من هذه المنطقة. عناصر تنظيم داعش يلجؤون إلى الاختباء داخل الأنفاق التي قاموا بحفرها في هذه المنطقة، كون طيران التحالف يقوم بقصف أي تحركات لهم، وكذلك قوات سوريا الديمقراطية تتقدم على الأرض. هنا يتوقع القادة الميدانيون التمكن من السيطرة على هذه المنطقة بشكل كامل خلال أيام قليلة. طيران التحالف يحلق في سماء هذه المنطقة باستمرار، هناك طيران استطلاعي وكذلك طيران حربي يقوم بقصف المنطقة. كنت أنا إيفان حسيب معكم اليوم بالقرب من مخيم الباغوث في الريف الشرقي لدير الزور.